عندنا لا بريسكريبسيون ديال الدار ولكن ما عندهمش. الحمد لله استقبلوا الناس مزيانين ولقينا الاطباء هنا في لوطيل الحمد لله، وحتى السبيطار الحسن ثاني الحمد لله استقبلوا الناس وتهلاو فينا الحمد لله، وكيدوزوا لنا الدواء بسميتو بالتوقيت ديالو الحمد لله. انا شنو وقع لي، انا من تنتعرف فيكم المعرفه ديالي من دوار اونين سميتو من دوار ميرغن جامعه اونين، ولقاتني الوقت عند واحد خويا في الدوار تيحيا، مشيت عنده جلست عنده نهار جمعه حيت عنده واحد مرتو ولدات، ومشات مرتي قابلتها، مني قابلتها المهم سيمانه وهي عندها، مني جلست عندها كتعاونها كتساندها باش تدوز واحد الاسبوع. وداك الليله ديال نهار الجمعه وقع لي المشكل الحمد لله، كنت جالس انا في البيت واحد شويه خرجت بغيت نشرب، خرجت عندي بنتي للكوزينه وخليت المراه في البيت واحد شويه وتجي تجري محمد ما شي حاجه سمعت ددد، وين شفت في البنت ديالي، ملي شديت في البنت ديالي واحد شويه طيح عليا الكوزينه ونزلت لتحت اللاكب واحد سميتو واحد الكراج تما، جاب الله هذاك الكراج بعدا فيه شي حاجه هز عليا، المهم ملي تحت هبطت لتحت شديت بالبنت هكا وحنيت راسي ساعدت ذاك البنت باش ما يوقع عليها شي حاجه، ملي ساعدتها وسميتو المراه ديالي تحت حدايا، ملي طاحت الدري مات ديك الساعه نيت مات تما، المراه حتى هي باقي مقيوسه شويه بزاف، وانا جالس شديت ديك البنت تنغوت يا ربي يا ربي عافاك عتقوني عافاك عتقوني، جاب الله واحد البنت جات عندي عطيت لها ديك البنت ديالي، ملي عطيتها ليها ساندتني وانا بقيت تما كنغوت تنغوت، تجاو شي ناس نزلت انا بوحدي، ملي نزلت لتحت بقيت تجاو شي ناس داوني لواحد التيساع واحد الكراج وقف فيه باش ما يطيحش شي بلاصه اخرى عليا، ملي وقفت جاو الناس مساو ساعدو مرتي جابوها، ملي جابوها حدايا جلسات واحد شويه كتهضر معنا واحد نص ساعه الماكينه تقريبا مسكينه وهي كتغوت وسميتو رجليا كتفيا سميتو، ملي كتغوت مسكينه جاو الناس ساعدوها فرشوا لها واحد المانطا وهي تغطى، قالت لهم واحد شويه اعطيني نشرب، ملي شربات مسكينه الدم والامانه امانتو. الحمد لله تنشكر جلاله الملك، تنشكروا على الدعم المادي والمعنوي، وتنشكروا صحاب هذا الاوطيل وزاره العدل والوزير، وتنشكروهم تنقدموا لهم الشكر الجزيل، تهلاو فينا هاد الناس ما عندنا ما نقول لهم، تهلاو فينا التعامل كلشي مزيان الحمد لله، ما خصنا حتى خير الحمد لله، الماكله لا من ناحيه الماكله لا من ناحيه الاطباء لا من ناحيه التعامل لا من ناحيه كلشي الحمد لله، كلشي الحمد لله كاين الحمد لله. الحمد لله الله ينصرهم كلشي، كلشي الوقا والوزاره والتعليم والطب وكلشي الحمد لله، نشان سوان دل كلشي بخير وعلى خير الحمد لله، فلتوني خلف ربي تبارك وتعالى خلف الملك خلف كلشي في الوزاره الحمد لله، نشكر ربي تبارك وتعالى غفر البستان، طلع فينا بخير وعلى خير، كلنا وشربنا وكلشي بخير الحمد لله، كلشي بخير الحمد لله لا بس تما خير. انا عندي الظهر ورجل طاح ليا واحد الحيط، بغيت نخرج نهرب وساعه طاح عليا الحيط وشدني من رجلي حتى الراس انا حتى لهنا، ساعه جاو الدراري حيدوا عليا داك الشيء بعدا جبدني، اما مشيت فيها صافي ما تلاش نهضر انا مازال، وين الحمد لله حمدنا الله وشكرنا. السيد مولي العام عطاتي علينا شي استقبال طاح علي السلسال، نعم كفايت استقبلنا الى في اليوم 38 حاله ينتمناهم حالتين غادر معقد عند السؤال رول بن مكبر بعد سرقهم من جوف ضروري خدمتي عيد خدمي استقدمها بعد مركز هادي، ولكن واحد الطاقم طبي تيساعدنا وضع الصحي في جميع طاحين سمساد، كاين واحد الطاقم ديال ترويض طبي اللي تيقوم بمواكبة طاحي سمساد باش يفهموا باش يلقاو العلاج الضروري ديالو، وكاين ان شاء الله ابتداء من اليوم غدا تم وضع ديال المساعد الاجتماعي باش يوافق بعض الطاحي هذه النفسيه، وان شاء الله مع الفضاء هذا ان شاء الله غادي سبحان الله يقدر يستقبل ينوض في احسن طول. الحمد لله المبادره اللي نالت صلاه طيب من بين جميع منطقه الدائره القضائيه في سينا في اساتذه، حيث من اليوم الاول تم تستقبلوا مجموعه ديال الموظفين اللي بغاو يدوا يد المساعده وتواكبوا الضحايا النفسيا وكذلك تندوا لهم يد المساعده وتندير لهم جميع الحاجات ديالهم اليوميه. بالنسبة للوضع النفسي سلمت انا اليوم على اليوم تتحسن بالوضع النفسي ديال جميع الطاحين الزنسان، حيت منين غادروا المستشفى يعني في الفضاء هذا تنفهم واحد الشعور تنفهم واحد الاريحيه كبيره
والحمد لله راه الظروف ديالهم الصحيه ممتازه والتريف النفسيه رافعت احسن ما يرى. في اطار التاهيل والترويض المبكر كنجيو نديرو الترويض لهاد الناس اللي تلقاو علاجات اوليه في السبيطار الحسن الثاني، ومن بعدها اللي جات مرحله ديال الترويض حنا تبعنا المنظار لهذا المكان اللي تابع لوزاره العدل كنديروا فيه الترويض لهذا المرضى اللي كاين هنا. الحمد لله اغلبيه ديال المرضى بداو كيتمشاو الحمد لله، اما بالعكاك ديالهم اما بالالات الاخرين ديال المشي، وبالدليل انه الناس هما كيتمشاو ان شاء الله الحمد لله ينقوش بالوسط ديالهم، حيدنا من البلاد ديالهم كيتمشاو باش نشوفوهم في حاله جيده. ديال هنا ديال الوزاره العدل حتى الناس تقبلونا مزيان، كل شيء مزيان الحمد لله، مكلا كل شيء كاين، كل شيء الفراش كل شيء الحمد لله، كل شيء استقبلنا كل شيء مزيان الحمد لله. الحمد لله نشكر ربي، شكرا لله الحمد لله، نشكر ربي اللي عافى العمر، نشكر ربي الحمد لله محمد السادس ندال ربي عطي نصر انصر ربي محمد السادس. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.